قالوا لاحظوا دائما هذه الأحرف المقطعة التي تأتي افتتاحية لبعض السور، الكلمة التي تأتي بعدها مباشرة هي إما لفظ الكتاب أو مرادفة للكتاب بمعنى القرآن، وهي تقع موقع الخبر من الأحرف المقطعة، تقع موقع الخبر من الأحرف المقطعة. كيف يعني؟ مثلا في سورة البقرة يقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب، فكأن ألف لام ميم مبتدأ وذلك الكتاب خبر. طيب شو معناتها؟ هذه الجملة أفرزت لنا المعنى الذي ذكرته لكم. يقول لنا الله ذلك الكتاب الذي تحيرتم في تفسيره أهو سحر أم هو كهانة أم هو أي شيء أم هو شعر أم هو نثر، بسيط مؤلف من أحرفكم الهجائية ألف لام ميم إلى آخره. نعم، ألف لام ميم ذلك الكتاب،